قول لي بقى سامسون فاجئك، انا شايفك وانت داخل كده الاستوديو علينا واحنا في الفاصل، يعني مفروض علينا بسامسون، بتقول لي ده في ناس بدات تتكلم. ده انا بقول لك جاله عرض امبارح بعد الجون اللي جابه في اكاديميه دريمز دي. شوف قول العرض جه بكام. بقول لك كلمه اكاديميه دي فيها تقليل. معلش معلش انا يعني انا عذره يعني الصدمه حتى الان لسه مقصره معاه، فانا عذره يعني انا بجد. انا عذره يعني ان هو حتى مهما حاول الامر واقع بس فهو انا عذر يعني انا عذر يعني هو حتى الان مش قادر يتخطى الازمه. وبعدين بقول لك اكاديميه دي تاهلت للدور نصف النهائي وكانت عملت هنا ماتش كان جيد، وكل اللي هو نفسه ما كانش متوقع ان الزمالك يفوز عليها هناك، والزمالك قدر ان يرجع والطبيعي لعب معاه وفاز 3. بالنسبه لسامسون يعني بقول لك جمهور الزمالك حيرت قلب معاك لسامسون، يعني انت الناس كلها كانت سامسون زحكت مودست كده يعني راميه طبته، لكن بدايه الموسم المره اللي فاتت لو تفتكر انه سامسونج مكسر الدنيا في الود، سامسونج جاب 3 اهداف مش عارف في ماتش ايه ود مع كابتن معتمد في بدايه الموسم وهتشوفه خس وهنعمل حاجه تاني. جيب بعد كده اللاعب ماتش تحسه لما بيلعب حتى لما بيجيب جون بيبقى فيه لمسه حلوه، فتقول لك ازاي كده. فالنهارده لما جاب جون هو الناس عارفه انه سامسون لازم يمشي، بس برضك الناس طب يعني هو لو يبقى كده لو الموهبه دي تظهر على طول ما هيكمل. يعني هتظهر على مين؟ انا بقول لك يا كابتن انت ما انت لما تلعب على مساك كويس مش هتعرف تعدي العجله بتاعت السبعينات دي اللي بص انا ما قلتش برضه في نقطه لازم أنا ما قلتش ولو جون واقف صح هياخد خطوه ويطلع، مش عايز تحكم على اللعيب في ماتش زي زمان. انا بتكلم عن الناحيه العاطفيه مع الجمهور. بس هو جاب جول مدعبه ايوه حلو، بس الجول اللي جابه سامسون جول لان هو استلم وبعدين اللمسة عمل عنده الجون بتاعه في سموحه اول جون ليه احلى من ده بكتير اللي حط خدها وحطها بشمال. بس هو كابتن الواد كان ضغط عليه السرد باك دلوقتي بقى حلو عليه سكر. لا لا يا جماعه مش عايزين نسب الجون. انا مقتنع احنا بنتكلم على حدث الحدث. لا انا بتكلم على الجول. الجول حلو مش بتخيل ده فيرو نادي الزمالك قبل كده. لا ما ده فيرو نادي حاجه ثانيه. ما كنت لسه هتكلم معاك يا كابتن. هو انت ليه اي حاجه خانق فرحه احنا باي حد بيعمل حاجه حلوه كمان بسامسونج بنفرح بيه؟ هتفرح بسامسونج؟ هو وماشي هسيب ذكرى طيبه. ده قال لك اي حاجه افرح بيها هتفرح بسامسونج؟ هسيب ذكرى طيبه الراجل هو وماشي، مش يعني زي حكايه مثلا واخد 2 مليون دولار. استنى بس ده هو يحمد ربنا وشه بقى بقى في الزمالك ده هو ممكن يروح اي نادي على حس هيتيجي كده هيقعد يفرح عشان سامسونج جاب جول. انا بقول لك مش بيفرح. انت النهارده ما انت قاعد تتغزل من الصبح بجون وسام، وسام لسه الحكم على مستواه برضك لسه بدري مش هتقدر تعتبره المهاجم الاول. لا لسه لا 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 في حته ثانيه بتحركات بجري بلعب ماشي. انت بتتغزل بالهدف وطريقته لان نص ساعه وسام بقى له شهر بيلعب جايب 20 مستكتر الراجل اتكلم دقيقه واحده. سامسونج بقى له شهر ونص كرتونه ولسه نازل يعني ماشي 25 بوز حلو في بنقول الجون يا جماعه ده مش نادي الزمالك، ده مش لعيب نادي الزمالك. احنا ما نفرحش ان هو جاب جون يا كابتن. لحظه بس احنا بنقول هيمشي. بس هو جاب جون حلو ونهايه يا كابتن ماشي. يا كابتن عبد منه كتير شفت. احنا بنقول هيمشي كتير. انا ما شفتش اجوان زي بتاعت وسام دي بقالي كتير، انما دي العجله دي خلاص نرجع نتكلم عن جون ويعملها في هو قال لك دي ار2. لا ما وصلتش للار2 خالص، دي 2 بي 2 يعني. بص احنا هنتكلم ثانيتين وهنرجع نتكلم عن جون وسام تاني، بس اديني دقيقه. حلو يا اخي عاجبني. اديني دقيقه. النبي حلو. حلو ولا مش حلو حتى؟ اديني دقيقه بس، دقيقه واحده نرجع نتكلم عن جون وسام. هو قرش ملحتك كالعاده. لا انا بقول لك جون حلو. لا عادي هو زيب الفرحه. الفرحه طاغيه بينه مش مش لا والله. اما هو اهي باين على وشه صح؟ باين جدا يا كابتن. مبتسم للحياه طبعا. الراجل افرح يا كابتن. ده رقم قياسي. الزمالك حقق رقم قياسي لما يحط قال له عايزك تزاك كابتن عبد ده مشار على ايه يا كابتن؟ على العلقه الكبيره دي مش هتتساب والله والله ما هنسيبها يا كابتن. اللي هو كاس السوبر يعني ان شاء الله بس يا رب يوصل. كاس السوبر بيبقى في 8 او 9 يا كابتن. لسه يا كابتن عبد الجليل احنا ما بنحتفلش بالفوز بالثلاثه، احنا بنحتفل برقم قياسي غير مسبوق حققه نادي الزمالك في البطولات الافريقيه كلها. اللي هو ايه؟ تنكر؟ اللي هو ايه؟ اكبر فوز في تاريخ الانديه المصريه خارج الارض حققه نادي الزمالك. في تاريخ الانديه المصريه؟ في الـ في الـ في الـ في, الـ في, الـ في الادوار اللي هي الزمالك كان نصف النهائي السنه اللي فاتت. على نصف النهائي الزمالك كسبان الترجي في رادس 3 خارج, خارج الارض. رقم قياسي يتعادل بتاعه. للزمالك للزمالك للزمالك. هو عايز اي احصائيات عارف انت الاحصائيه بتاعت 21 سنه دي وجعاه قوي. هو عايز يجيب اي احصائيه من الثلاثه في الدور الاول. انا قلت لك ده ماضي. انت اللي موجعك ان انا بتكلم على الحاضر والمستقبل. ده انت اللي بتتكلم في ماضي انا بتكلم على المستقبل. فانا بقول لك الزمالك بيحقق ارقام. هو الزمالك في الماتش ده عمل كان ارقام عامه يعني اول مره الزمالك في تاريخه يكسب نادي من غانا في غانا واي ولا واي فريق مصري في بطوله افريقيا يا كابتن. لا اي فريق مصري واكبر فوز
ما اعرفش انا اول فريق مصري يفوز على فريق غاني 3-0 في التاريخ. انا بتكلم كزمالك يعني. لا انا بقول لك هو متاكد فوز في تاريخ الزمالك في الادوار الاقصائيه خارج ارضه. لا لا خلينا مش احنا بنتكلم عن الزمالك، انا بتكلم باحصائيات. حلو الاحصائيات اهي عشان كابتن عبد الجليل لو زي كده اول فوز فريق مصري بهذه النتيجه في غانا هو الزمالك. رقم قياسي يا كابتن. حقه نقدر نقول حقها ولا مش حقها؟ لا حقها حقها ابو كمال. انما سامسون بقى كفيرود انا ما كان مش فيرود نادي الزمالك بس كده. لا هو انما جاب جون حلو، انما هو مش راضي يديله. خد بالك برضه سامسون يا كابتن اتطلب منه مهام، هو الراجل غامر. ايوه نتكلم بقى فيها دي، نتكلم كوره بقى. ان الراجل ما عندوش حل غير انه يكسب، فقام بادئ باربع فراوده. وخد بالك دي مغامره، لو مش دريمز مش هيعمل كده يعني. لو بيلعب نهضه بركان ومحتاج يكسب حتى مش هيبدا كده. عجبني عفت قال لك في فترات احنا وحشين فيها فعلا، دريمز راحت بثلاث اربع كور. بس يا كابتن بس لازم تغامر، ما هو انت راجل لازم يغامر. بص حظه حلو الفرقه برضه. انت في حاجتين، انت بادئ الماتش، انت راجل مدرب كبير وسيد العارفين، في ماتشات زي ده انا عايز اكسب وعايز اجيب جول في اول الماتش لان هخنقه. انا لو جبت جول هو مطلوب منه اثنين، لو جبت الثاني بقى مطلوب منه ثلاثه. فانت كل جول حق للعيبه بتاعته ان هو نازل يجيب ودرس كده وعارف امكانيات المنافس بتاعه. فانت النهارده لعبت باربع فراوده وسامسون بيلعب تحت الفيرود اللي هو سيف الجزيري، وبعدين سيف لما يجي على الطرف سامسون يجي من تحت. هل سامسون ادى الدور ده كويس؟ قوي بصراحه، قوي على حساب النص الملعب، لان بقى عندك اثنين بس في نص الملعب، زياد ودونجا. فلو واحد نعس خبرته، فلو واحد نعس شويه بتعمل لك مشكله، وده اللي حصل. المشكله كان في الضغط، في اخطاء. انما هي بص لازم تعملها. طب خد بالك ان هو عجبني في التوظيف بتاعه، فكويس الحمد لله ان جونج ايه بقى في اول الماتش اول ربع ساعه، ده اللي نمشي. ده فرق، خلى الراجل طريقته تمشي. خد بالك ان سامسونج كويس فيها دي. طبعا الشوط الثاني ظبط عشان صحيا وصحته هناك في افريقيا، بكلمك بجد. خد بالك ان اللعب بتاعه ده زيهم هناك، فكان بيقطع ورا الكوره بيروح هنا ويروح هنا. خد بالك الشوط الثاني التغييرات، انما هنا مش المعنى. هيعرف يلعبها دي يعني. مش شمس كده لا ما عشرة. هو الشوط الثاني الشوط الثاني ادي اللي احنا عاوزينه. لا هو ادى دوره في الماتش على افضل ما يكون يعني، المطلوب منه عمله. وانا بقول لك لو هو كان مستمر، لو كان مريح زيزو شويه، كان شايل عنه زيزو، كان الكور بتروح لزيزو سهله شويه، لان كان سامسونج بيقطع كده وبيقطع كده. هو كان بيجي من تحت وياخد الحته اللي هي تحت قدام السردباكات بتاعته. الشوط الثاني والراجل لما بقى 2-0 عمل تغييرات، ظبطت نص الملعب لما نزل احمد حمدي مكان سامسونج، دي كانت تغييره ممتازه، ونزل شحاته مكان زياد جنب دونجا، فاتقفل نص الملعب فسيطر. تغييرتين للراجل شفتهم ساعه ما جه. والله يا كابتن فسيطر على الملعب. ومسك الكوره وجاب الجون الثالث يا راجل. كان ممكن يجيب سبعه. ده سيف الجزيري من اسوء مبارياته، لانه كان سهل جدا يجيب. بقاله كتير بتقولوا اسوء. انا ما شفتلوش ماتش غير ماتش الاهلي الاخير. لا كفايه يا جماعه، برضه كفايه يا جماعه. انت هتفضل فرحان ان الفيرود بتاعك بقاله 20 سنه هنا في مصر؟ ما هو المره دي فيرود زي كوارشي زي امانويل، دي فراوده. هو اللي جابه ومين اللي جاب فين ده في اي يا راجل؟ الاهلي من وقت فلافيو ما جاب، من وقت فلافيو ما جابش غير ازارو، ثم شويه ازارو برضك ما كانش يعني، لا كان هداف الدوري بس. لا كان هداف الدوري وافريقيا وبتاع، بس خناقته مع اسمه ايه اللي هو فايلر هي اللي خلصت عليه. ثم وسام في امل ان يبقى مهاجم قبلهم فيليكس. لا هو الاهلي مش بيعرف يجيب افارقه حلوين كتير، ولكن اللي بيبقى بيميل بيقعد اربع خمس سنين. فيليكس قعد اربع سنين، فلافيو قعد اربع خمس سنين، ازارو قعد سنتين ثلاثه اللي هو المشكله. اتمنى ان وسام ممكن يقعد ثلاث اربع سنين. انما الزمالك اقصد عشان خاطر يمشي السيتي لازم يجيب فيرود احسن. طبعا هو مفيش حاجه اسمها اجيب فيرود والسلام يعني. لا. ما يعني امشي واحد واجيب واحد والسلام دي اللي خلت الفرقه كده. صح لازم يجيب احسن. مش ده وبس. طب فكره المهاجم سواء الاهلي او الزمالك بيعانوا منها يا كابتن من كذا سنه يعني. فكره انه حتى النادي الاهلي لو وسام كويس بس مش هو ضل في الاهلي حتى دلوقتي. بيعاني من المهاجم ما كانش كهربا طبعا يلعب فرود صريح من اول ما رجع من اول ولما لعب مش كسر الدنيا كهربا طبعا. وقلنا في قمه فورمته. شوف كهربا دلوقتي اللي كان لما كان راجع وكان قاعد ما بيلعبش كان افضل من دلوقتي. فبرضك وسام انا شايف انه يعني لعيب كويس وعنده امكانيات وظائف، بس حتى الان مش هو هتقعد تقول لك ان هو ده اللي هيبقى. لا لا انا قلت لازم حد معاه. لا لازم حد معاه فرود برضه تقيل غير كهربا. غير كهربا. كهربا هيديك سنه كمان، ويعني انت بتبص على 3 4 سنين. انت مش بتبص دي سنه ليه كهربا 33 سنه يعني. مش هتعتمد عليه اساسي خلاص. ليه؟ لا اذا كان اعتمد عليه الفتره دي يعني. كهربا لما شال الاهلي كان
ايه؟ كهربا من وجهه نظرك هيبقى حبيس دكه البطوله الفتره الجايه. ليه ما اعتمدش عليه ليه؟ يعني مش فاهم برضو قصدك. اصل انا دلوقتي هو خلاص احنا في نهايه موسم ونهايه بطولات فمش هقعد اجرب، انا وسام ماشيه معاه فهيقعد يلعب الثلاث اربع ماتشات اللي جايين دول. ليه ما عبد القادر خد فرصته دلوقتي وراجل تالق عشان حسين اتصاب وعشان كاس اتصاب وعشان كهربا كان نجم الفريق يعني فتره كان هو كان يعني ماشي بس مش بعيد قوي يعني كهربا كنا نجوم الفرقه بس في وقت بيجي ناس بتعلى علينا فنيا فلازم تركب. موسم يا كابتن يعني مش كهربا مثلا ليه موسم او اتنين ما بيأديش، كهربا من كام ماتش كان هو نجم حبيبي الفريق. كهربا كويس وسام كويس بس وسام اقوى شويه دلوقتي، كان قبل كده كهربا احسن بكتير فكان بيركب. بس خد بالك هي اللعيبه لازم الليفل يشدوا بعض كده، كل واحد فيهم ليه صفات مختلفه على التاني يعني شبه بعض شويه، كهربا وسام. لا بس كهربا امهر شويه، امهر بس مش اسرع. وسام اسرع، وسام اسرع بس كهربا امهر. الكهرباء يخطف في ال 18 احسن، يعني كهرباء ممكن يخطف كره في الزحمه. كهرباء مش يخطف فيرود يا كابتن، ما هو عشان كده ما انا بقول لك ما مش فيرود يعني مش فيرود، ما هو هيلعب على الاطراف مكان مين؟ هو النهارده الفراد اللي بتجيب الاجوال؟ لا الاطراف بس هيلعب على الاطراف مكان مين؟ عبد القادر ولا حسين؟ رضا ولا بيرسي؟ لا انا بتكلم ان هو يلعب فيرود مع وسام، يبقى هو وسام في الحته دي برضه محتاج يعني فيرود تقيل. فيرود مكتوب في البطاقه مهاجم من افريقيا يا كابتن، مكان ليهم مكان يعني هتجيب اثنين افارقه او اثنين اجانب في المركز راس الحربه تلعب منهم واحد. وسام مش ما يتحسبش اجنبي، وسام ما يتحسبش مؤيد عشان فلسطين. ما هو ماشي ما انا فانت هتجيب افريقي بجد، ما هو اللي هيجي ده هيقعد التاني، ما هو يا وسام اللي جاي لا يلعبوا مع بعض يسندوا بعض، ما هو مش شرط يجي يلعب يعني، هو ده يشيل ماتشين ثلاثه في الفورمه يبقى عالي، ده يعلى شويه يركب مكانه يعني. لو واحد غاب ما تحسش زي ما احنا حسينا ست شهور ما عندناش فيرود يعني، انا قصدي لما يبقوا قريبين من بعض ده يلعب او ده يلعب. حتى دلوقتي كهربا لو وسام قعد كهربا يلعب فيرود ما تحسش بفرق كبير قوي. طب